اغنيه من كلمات والحان طارق فؤاد بتعيده تاني للغنى بعد غياب بسبب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكانت فرصه اننا نطمن على صحه طارق بعد الازمه الصحيه اللي عانى منها. بس كان لطارق فؤاد تصريح ناري عن الاغاني الشعبيه فاجئنا بيه لما سجلنا معاه. بشكل مختلف اختار طارق فؤاد انه يرجع لجمهوره بأغنية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. قلبه مليان ضي، لما قال لي يا رب صلي شفت كل الكون معايا راح مصلي، صلي يا ربي عليه. ده كلماتي، اول حاجة بجرب فيها صوتي واخترت انها تكون في مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد كده لو ربنا سهل ونجحت وصوتي يعني الحمد لله طلع النهارده كويس فهنكمل. اسمها والله ماله زي. وبعد فتره علاج مش صغيره طمنا على حالته الصحيه. الحمد لله بتحسن، الحمد لله رب العالمين على كل شيء، يعني صوتي تحسن كتير يعني. محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب. واضح ان غياب دور النقابة الموسيقية وبالاخص نقيب الموسيقيين هاني شاكر زي ما هو في حياة طارق فؤاد الفنية. معنا النقابة يعني قفلت الباب ده ورميت كل الحمولة على ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سخر لي ناس ووقفت معايا في فترة علاج الاولانية، واللي هو ابو ناصر شيخ تركي آل الشيخ. وبعيد عن الغنى بيتمنى انه يلحن لفنانين معينين. بنفسي الحن لانغام، لشيرين، لتامر. كان وعدني ان انا اعمل له حاجه بس انا عارف شغله ومشغولياته، بس ان شاء الله نتقابل انا وهو. اما عن الاغاني الشعبيه وانتشارها فليه وجهه نظر خاصه تجاهها. انا مسيطر على حاجه، شوية عيال كده. انت ولا خايب ولا عيب ولا سكة، عفر في الضوافر في حد في شوق سكة، حبة تبقى قافلة وحبة حبة تبقى سالكة، الخلاص في الراسة وعلى الحماس التكي تكة. كمان كشف لنا عن الأعمال اللي هيقدمها قريب. إن شاء الله هحضر لحاجة، وكمان في لحن خلصته مع ليا كلمة حسن رياض ولحني وغناه وليد توفيق وصوره اسمه عشمنا وراح. دي برضو حاجة جديدة أول مرة أقولها لقناة الروتانا اللي ليها فضل كبير عليا. عرب بود دول خلاص بقى بيتي، وربنا يخليكم ويبارك في كل جمهور عرب بود، ويا رب اكون عند حسن ظنكم دايما طارق فؤاد.